السلام عليكم كل متابعين القناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شاورما معلم اسكندريه. النهارده على ارض مكتبه اسكندريه بلازه مكتبه اسكندريه في الشاطبي، الدوره 17 لمعرض مكتبه اسكندريه الدولي للكتاب. المعرض بيقام على بلازه المكتبه في منطقه الشاطبي، شارع بورسعيد وشارع البحر، من النهارده اليوم الاثنين 18 يوليو الى يوم 28 يوليو الحالي. ندخلوا كده ناخدوا جوله بسيطه كده، مش هنطولوا عليكم، لكن ما تنسوش ادعمونا بلايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا في القناه. المعرض الكتاب تم افتتاحه اليوم بعد الظهر. مواعيد معرض الكتاب من الساعه 10 صباحا الى الساعه 9 مساء، كل يوم من 18 النهارده ليوم 28 من 10 صباحا الى 9 مساء. بجانب المعرض اللي على البلازا طبعا في سور الأزبكية واخد جناح كامل في قاعة المؤتمرات. قاعة المؤتمرات في مكتبة اسكندرية يوجد سور الأزبكية، كتب، روايات وقصص ومجلات. طبعا سور الأزبكية مشهور لكل عشاق القراءة ومحبي معارض الكتب. سور الأزبكية موجود في قاعة المؤتمرات. Thank you.
Gracias.